ايضا لتنفيذ القانون على الجميع. سيادة اللواء، الحريق بتاع المصنع في العاشر من رمضان، المعلومات التي وصلتكم ايه؟ مصنع بيبلم، لا مش معلومات وصلتنا، احنا في الموقع الحادث نفسه، هو احنا في قلب الشركه، في قلب مصنع شركه بيبلم للحلويات. الحريق في مبنى احد المباني الاساسيه للانتاج، ده المبنى ده على حوالي مساحه 1000 متر ومتكون من 5 طوابق. الحريق انتاج حصل فيه في الدور الاولاني فيه او الطابق الاولاني فيه، سمع صوت انفجار داخل المبنى. هذا المبنى بيضم كميات كبيرة من السكر وخطوط الانتاج وخطوط البخار والثلاجات ولوحات الكهرباء ومخازن كميات كبيرة من الخامات اللي فيها بعض النشا وفيها بعض الحاجات. هنشوف بالضبط ايه هي اسباب الحريق او الانفجار اللي حصل. تم التعامل معاه بالدفع ب 22 سياره اطفاء، بالاسفاب التعامل معاه، الحمد لله تم السيطره. كان حصل امتداد منه لمبنى مجاور للاداره في جزء بسيط منه، تم السيطره على عليه كحريق. عندنا في 2 وفيات من العمال، وفي عندنا لغايه دلوقتي 30 مصاب برضه من العمال، منهم حوالي 15 من حروق الدرجه الاولى، وتم نقلهم لجميع مستشفيات التامين الصحي وبالبيت والتهذيب. احنا مستنيين لغايه ما نخلص. لا لا لا، لكن السياق العام كده بيقول انه الحريق يعني ملوش علاقه باي اسباب تانية، يعني لا 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 لا, 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 لا ممكن يكون تفاعل مواد، تفاعل كيماويات، تفاعل او حاجه كهربائيه. اول ما يتم التبريد والسيطره والخماد والدخان اللي فيه، هيتم تدخل المعمل الجنائي وتحديد اسباب اللي حصل. بتوجه لحضرتك بالشكر يا سياده اللواء. ومعانا الدكتور محمد سرحان، وكيل وزاره الصحه بالشرقيه. دكتور محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دكتور محمد، الوفيات كام والمصابين كام؟ هو سياده اللواء قال 2 بس، وحالات الاصابه ايه؟ الاصابات هي طبعا الوفيات 2 فعلا زي ما قال سياده اللواء. الو، انا سامع حضرتك، اتفضل. تمام. والمصابين هم 29، هم اجمالي 31. الحالات الشديده منهم او الحالات اللي عندنا في مستشفى بالبيت، والبيت فيها قسم كبير يعني الحروق وعنايه الحروق، فهي بتستقبل الحالات الشديده شويه. هي الحالات الشديده اللي موجوده حاليا في بالبيت 15 حاله، يعني كانوا وصلوا 15 حاله. 15 حالة؟ منهم. يعني هي بتتراوح بين من 20 ل 70% حروق. طيب. معظمهم دخلوا عناية الحروق، وأنا بكلم حضرتك من المستشفى نفسه، من مستشفى بالبيس، والوزارة متابعة والمحافظة متابعة معايا. بتوجه لحضرتك بالشكر ألف